سي حميد البهجة، الموسيقى الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار. تبعنا من معكم عن كتاب الأجواء اللي مر فيها المؤتمر الاستثنائي الوطني عن بعد، واللي من خلاله جهات سماسة كانت حاضرة بقوة من خلال المناضلين ديالها. شو ممكن تقول لنا على هذه المحطة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كان هذا مؤتمر استثنائي بجميع المقاييس، سواء كان في الشكل أو في المنظومة، سواء كان لأنه مؤتمر استثنائي بحكم الظروف اللي كيعيشها العالم وبلادنا معاه، ديال الجائحة ديال كورونا اللي نتمنى على الله أنه يترفع علينا هذا الوباء في أقرب وقت، وكان استثنائي بحكم المواد اللي هي محطوطة فيه. حزب التجمع الوطني الأحرار كيعيش حركة كبيرة في المغرب كامل منذ المؤتمر الوطني السادس اللي كان في الجديدة، ومن بعد الشعار ديالو كان جديد المسار، الحمد لله تجدد. ومن بعد واحد العدد ديال الأوراش اللي فتح حزب التجمع الوطني الأحرار، سواء كانت على أوراش ديال المنظمات ديال الحزب والمنظمات الموازية والانتشار ديالو، التنسيقيات المحلية والإقليمية اللي الحمد لله الآن كنتوفروا في جميع المدن على التنسيقيات وعلى المقرات وفي جميع الجامعات. واليوم درنا مؤتمر اللي كان فيه 2300، ما يزيد على 2300، وكان كأننا في قاعة واحدة بالاشتغال اللي اشتغلوا الإخوان. حزب التجمع الوطني الأحرار داخل جهاد سوس دائما كان حزب قوي، وتزادت القوة دابا، وإن شاء الله غيفاجئ الجميع في 2021 حزب التجمع الوطني الأحرار، والنتيجة غتكون في المستوى ديال التطلعات ديال المناضلين، وغتكون نتيجة اللي غادي تسعد حتى المغاربة اللي غادي ياخذوا إن شاء الله الناس ديال التجمع المسؤولية. جهاد سوس نصاد سود الإجماع، لأنه المناضلين والمناضلات ديال الجهة دائما كيعرفوا المصلحة ديال البلد وديال الحزب. حنا في هذه الظروف ما يمكنش لنا يبقى كحزب كيخدم خارج القانون، لأنه المدة الصلاحية ديال المؤسسات ديالو انتهت، ولهذا دار مؤتمر استثنائي باش كيعطي تمديد حتى ما بعد الانتخابات ديال 2020، باش نبقاو حزب كنحترموا القانون وكنحترموا المناضلات والمناضلين ديال الحزب. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.